رايح تتقابل مع ناس لأول مرة، أول مرة النهاردة تشتغل في الشركة الفلانية، أول مرة تقابل الناس دول، أول مرة الناس دي تجيلك البيت، إزاي تسيب انطباع حلو عند الناس؟ يا رجل ودود، ست جميلة، إزاي الإنسان يسيب انطباع عند الناس إن هو شخص حلو؟ لأن ساعات بصراحة لما نتقابل مع حد لأول مرة لقيه مثلا بيهزر بزيادة قوي، إن أول ما يمشي على فكرة دمه خفيف أو بستظرف يعني، وإحنا لما نقول دمه خفيف يعني دمه مش خفيف. احنا مصريين كده نحب نقول حاجات بالشكل ده، فازاي تسيب انطباع لطيف وحلو ان انت شخص لطيف وحلو من غير مجهود ومن غير تصنع ومن غير ما تبذل مجهود كبير قوي. تعالوا نسال اكتر ونعرف اكتر، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي منورنا، باشمهندس ماجد منير المحاضر بمعاهد المشوره الارثوذكسيه. اهلا بحضرتك باشمهندس. اهلا وسهلا، منورنا. صباح الفل يا باشمهندس. في حد ممكن يقول انا ما يفرقش معايا الناس، يعني ما اللي يقول يقول واللي ياخد فكره ياخد، انا اللي في قلبي على لساني، انا واثق في نفسي، انا ما يفرقش معايا اي حد. يعني في ناس ممكن ما يفرقش من كتر بتشوف مثلا راي الناس فيها سلبي شويه فدايما يهاجم ويرد الرد ده. مهم راي الناس فيا وانهم ياخدوا عني انطباع حلو ولا مش فارق؟ لا طبعا ده مهم جدا، لانه الانسان كائن اجتماعي، وبيقولوا كده عباره عشان يلخصوا الموضوع انه جوده حياه الانسان من جوده علاقاته. فعايز تعرف جوده حياتك شوف جوده علاقاتك. ودايما حتى في المشورة بندور على فكرة العلاقات الداعمة. الإنسان لما بيتعرض لأزمة أول حاجة بندور حواليه في الوقت ده مين ممكن يكون موجود حواليه يقدر يدعمه عشان يعدي هذه المنطقة اللي فيها أزمة. فجودة الحياة من جودة العلاقات، علاقاتنا بتكشف اللي جوانا. احنا ما نقدرش ندوق السعادة غير لما حد يسعد معانا، صحيح. نقدرش نحس ان احنا مسنودين في وسط الحزن غير لحد جنبنا، صح. فكل حاجة في الحياة بتستمتع وتظهر لو عندنا امكانيات ومهارات، ايه قيمتها لو انا مش هشاركها مع اخر؟ فالحياة هي المشاركة، وربنا خلقنا في جوهرنا بنحتاج الى هذا الحب لانه هو اله الحب. فالحب فيه بيخرج للآخر، لازم يكون فيه آخر عشان أوصل له. بس الانطباع رأيي مش حب، صح كده؟ يعني الانطباع انطباع الناس عني، في حد بيبقى لو عكس اللي أنا قلته بيهتم قوي بانطباع الناس عنه فيبقى أوفر كاسحابي يقول ببساطة، ففي حد يبقى أوفر عشان خاطر الناس يتكلموا عنه كويس رغم دي مش حقيقته، بيتعب عشان يتكلم كويس يعمل مجهود يتصنع، بنت تبقى أوفر في شكلها عشان الناس تشوفها أنها حلوة، وفي حد تاني ما يفرقش معاه خالص، وفي حد معتدل. أنا بطبيعتي احنا مش بنشوف يعني الأوفر حلو على فكرة، لا ما يعني أوفر. ما هو عيب في صاحب الحاجة دي فكرته يعني عن الانطباع. أنا كان كلامي بس على فكرة أنه حد يقول أنا مش فارق معايا الموضوع، لا هو العلاقات مهمة جدا لأن الإنسان جذوره هو العلاقات، اللي بيثبته في الحياة هو العلاقات، وإلا الإنسان بيشعر بالوحدة وبيخش في تفاصيل تانية بتكون مش عايز أسأل حضرتك. يعني أنا داخل قابل ناس لأول مرة ويقول لك الانطباعات الأولى تدوم، وأنا على فكرة مع موضوع الانطباعات الأولى تدوم دي، لكن إزاي يعني أهتم بإيه؟ أهتم بلبسي ولا أهتم بكلامي ولا يعني أنا هقعد أذاكر قبل ما أروح أقابل الناس يعني، ولا الواحد كده يبقى بسيط يعني مش عارف الواحد يعملها إزاي؟ هي الانطباعات الأولى بالذات غير جزئية العلاقات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، لأن الانطباعات الأولى دايما بتتاخد على حاجات ظاهرية ليست في جوهر الإنسان. يعني انت بتاخد الانطباعات الاولى من حاجات شكلها خارجي اكتر، لسه ما دخلتش معايا في علاقه عشان تشوفني من جوه. فالانطباعات الاولى دايما بتيجي من حاجات لازم نركز عليها تكون شويه خارجيه. اولها واهمها هي لغه الجسد. اي لغه الجسد مهمه جدا في التواصل الانساني، لانه يقولوا انه انا بتوصلني من لغه الجسد 65% من الرساله اللي انت بترسلها، يعني كلامك بيمثل من الرساله 35%، وبعض الناس قالت انه اقل من كده يمكن توصل ل 10% بس. لكن عموما الرساله الجسد اصدق من الكلام، لان حضرتك ممكن تقول لي بالكلام ما يعني ان انت يعني بتقدم لي محبة، فيما أن لغة جسدك بتقول حاجة تانية خالص. لغة الجسد لا تكذب. طب احنا مش بنعرف نفهمها، لو حاجة تسهلها لنا يعني عشان حتى نبقى فاهمين اللي قدامنا ايه اللي بيظهره، واحنا كمان ناخد بالنا من حركاتنا أو لغة الجسد بتاعتنا. طيب أول حاجة في التواصل الإنساني التواصل البصري، لما أكون بتواصل مع حد
لان ده هو اللي بيوصلنا لبعض، هو التواصل البصري بيني وما بينه، يبقى عينينا في عينين بعض. ان احنا يبقى في اي كونتاكت او عينينا في عينين بعض، بس بمستوى متوسط لا بزياده قوي، يعني يقولوا مثلا من 40 60 40، يعني 60 دايما متواصل و40 احيانا بدي مساحه، بالذات في المرات الاولى، لان التواصل البصري في المرات الاولى المركز جدا بيدي انطباع عكس، يقلق فببقى متواصل بس مش بشكل مبالغ فيه. التواصل البصري بينقل رسائل كتير جدا. اولا بيخليني اشوف كل انطباعاتك، كل لغه جسدك، فانا متواصل معاك مش بالكلام بس، ولكن انا بقرا كل اللي انت عايز توصله لي. اللي بيعرف يقرا احنا ما بنعرفش نقرا بجد. موضوع لغه الجسد ده موضوع كبير جدا يعني، بس ايه ممكن من الحركات يعملها اللي قدامي افهم منها حاجه معينه يعني؟ لحركة غششنا يعني. طيب اولا طبعا الـ زي ما قلت التواصل البصري بالعين، العين في العين، ده مهم جدا. الجزء الثاني التواصل الصوت، درجة الصوت وتونه، هل انا بصوت عالي، بصوت هادي، كلامي واثق، في لجلجة، في تردد، كل ده بيخليني ادي احساس باللي قدامي ان انا بتكلم بثقة. لو حضرتك زي ما طرحت مثلا راح في مقابلة شغل، لو انا بتكلم بشكل هادي ومرتب ومنظم وما فيهوش اي نوع من التردد، لا سريع قوي ولا بطيء قوي ولا عالي قوي، يعني شيء وسط، بكون بدي احساس اللي قدامي ان انا عندي ثقه في النفس. بس انا ممكن ما اكونش دي طبيعتي يعني، هي برضو يعني ما انا يعني ممكن انا رايح اعمل انترفيو في شركه، تمام، وحضرتك صاحب الشركه، فانا هضحك عليك او انا هتصنع ان انا كده، بس هو طبيعتي انا مش كده، طبيعتي انا هتكلم بسرعه. بتهيألي الطبيعه بتغلب يا بشمهندس، صح؟ يعني الطبيعه بتغلب. كل حاجه فيها تدريب، انا وانا بنمو انا اتعودت على حاجات معينه واتبرمجت على حاجات معينه، طريقه معينه في الكلام، طريقه معينه في التعبير، لكن لما بشتغل على نفسي انا من ضمن الحاجات يعني اللي بيتعلموها اي حد بيدي محاضرات او بيدي نوع من الحاجات اللي فيها تعليم، فكره انه طون الصوت يبقى عامل ازاي؟ وسرعة الكلام تبقى عاملة ازاي؟ دي حاجة، دي مهارات وليها حاجات بتشرحها وموجودة على اليوتيوب كتير جدا. بس اقصد يعني الكلام ببطء شديد بيدي برضو رسالة سلبية، لو انا بتكلم لو في شغل بيخلي، ولو سريع برضو يدي رسالة سلبية. البطء بيخلي الانسان يسرح، لان الانسان بيستوعب بسرعة، فلو انا ابطأ منه فهو دماغه لازم تكون مركزة في حاجة او شغالة في حاجة، فيزهق او ينصرف عني. والكلام بسرعة ما بيوصلش الرسالة بشكل ما. كمان الميل للامام، وانا بتكلم مع اي حد لما يكون بيقول حاجه مهمه، لما بميل للامام بديله احساس ان انا مركز ومهتم معاه، وجهي بيعكس المشاعر اللي حضرتك بتتكلم عنها. فلو مثلا حضرتك بتتكلم عن حاجه محزنه وانا مبتسم، انا كده متواصل مع حضرتك؟ اكيد انا بدي انطباع عكسي ان انا سامع لكن مش منصت ومش متفاعل او مش فارق معايا، مش حاسس بيه. صح. الاحساس بالشخص الاخر ده شيء مهم جدا، المواجده، ان انا متواجد مع مشاعرك. لو انت غضبان، لو انت متاثر وبتبكي، انا في حاله صمت وفي حاله هدوء، بديك مساحه ان انت تعبر عن مشاعرك. ففكره انه انا متناغم، العلاقات دي كأنها سيمفونية، أنا متناغم مع المشاعر اللي حضرتك بتطلعها، مع الكلام اللي حضرتك بتطلعه. ففكرة لغة الجسد بتعكس أنا قد إيه حاضر معاك حضور حقيقي. يعني الفكرة بتاع الحضور الإنساني الكياني، الكياني يعني حاضر معاك بفكري، حاضر معاك بمشاعري، حاضر معاك بكل كياني، انا موجود لاجلك، فانا قاعد مركز معاك. حضوري ده بيفرض على حضرتك ان انت تنفتح. اول ما بتلاقيني مديك هذا الحضور معناه ان انا بديك احترام عالي جدا، بديك تقدير، بديك قيمه، لان انا قاعد بكياني منتظرك. صحيح. ومركز معاك. دي بيسموها اليقظه بالاخر، انا عندي يقظه ذهنيه بيك، ملاحظك، ملاحظ كل الحاجات اللي انت بتعملها. فممكن حد ما يكونش عارف يعبر عن حاجه، لكن لاني مركز مع لغه جسده ومع كلماته بقرا ما بين الكلمات وبعبر عن مشاعر هو يمكن مش عارف يعبر عن. احنا انا اقول لشخص مثلا انت خايف، يقول لي انا عرفت منين؟ عرفت لانه لغه جسده بتظهر كده، لانه هو عمال عايز يطلع الكلمه مش عارف يقولها. ففكرة ان انا قادر اقرأ الشخص اللي قدامي لاني حاضر معاه بحضور كامل، بكياني، بفكري، بمشاعري،
مركز مع لغة جسده بقرأ الرسالة كاملة، لكن مش بس بسمعه بالودن، وده ما بيسموه الإنصات. الإنصات ليس للكلمات المنطوقة، الإنصات هو لكل الرسالة اللي حضرتك عايز توصلها لي بكامل وجودك وحضورك. الكلمات أو التعبيرات بقى اللي هي يعني ممكن يبقى حد أنا لسه مش واخد عليه، ما فيش بيننا الصداقة اللي تخليني أقرأ قوي، مش عارفه قوي، لكن بناخد على بعض الكلام. تخيل ده في القعدة قال كذا، ده حد مش عارفة، مش عارف يحترم الكبير. طبعا بنحكم من التعبيرات. إيه الحاجات اللي ممكن أقولها بطريقة لطيفة مع ناس قاعد معهم في أول قعدة تبين ان انا شخص انيق، ان انا ذوق في الكلام؟ يعني اكيد في حاجات معينه كده لازم ابقى حريص عليها وانا بتكلم. اللباقه في الكلام بتعتمد على اول حاجه ان انا قاعد بنيه ان انا افهم الاخر، لان النيه دي مهمه جدا. انا لما اكون قاعد مع حضرتك علشان اظهر ذاتي، متمركز حوالين نفسي، فهكون دايما بتكلم عن نفسي، مش أيوه. بديكي مساحه ان انت تتكلمي. لكن لما اكون قاعد بنيه وقصد ان انا افهمك، ودي على فكره من القواعد بتاعه الناس الاكثر فعاليه اللي اتكلم عنها ستيفن اركوفي في كتابه الشهير العادات السبع. بيقول ان اسعى ان انت تكون بتفهم الاخر قبل ما تكون مفهوم للاخر. فسعيك ان انت تفهم الاخر بيخليه بعد كده يسمعك، لان انت مديله أذن كاملة إن أنت تسمعه، فهيجي عليه الدور إن هو يسمعك. ولما تسمعه هتدرك مشاعره، هتدرك احتياجه، لأن اللي بيحرك الناس غالبا احتياجات. صحيح. فأنا إذا فهمت مشاعرك، إذا فهمت احتياجك، أنا قادر أتواصل معاكي وعارف أنت عايزة تروحي فين مباشرة، وأقدر أديكي وأساعدك إن أنت توصلي اللي أنت عايزة توصلي. يبقى النية، يبقى النية إن أنا قاعدين للتواصل بقصد الفهم، أنا بقى قاعد عشان أفهمك. طب ده بيخليني أعمل إيه لما يكون عندي النية دي؟ بكون أول حاجة بكون بستمع أكثر من أن أنا بتكلم، يعني بنصت أكثر من أن أنا بتكلم. بعمل حاجات بقى مهمة جدا، ما بقاطعكيش تماما وأنت بتتكلمي، لأن أنا عايز أفهمك. ثانيا أنا مركز زي ما قلت مع الرسالة كاملة بقى، مش مع الكلام بس. فإيه المشاعر اللي حضرتك عايزة توصليها لي؟ أنا جوايا بيكون في سؤال، هو الشخص اللي قدامي عايز يوصل إيه من الكلام اللي بيقوله لي؟ مشاعره إيه؟ احتياجه إيه؟ وبفهمها بعينه هو، مش بعيني أنا، مش لو أنا في نفس الموقف، لأن أنا غير حضرتك. فأنتي بمشاعرك، بفكرك، باحتياجاتك، أنتي عايزة توصلي لي إيه؟ ففهم القصد بفهم الآخر ما بقطعهوش، بستمع، يعني بيسموه ذكاء العاطفي. أنا بلقط حضرتك المشاعر اللي حاسة بيها دلوقتي، إيه؟ غضبانة ولا حزينة ولا محبطة ولا فرحانة ولا متحفزة ولا متحمسة؟ كل ده بيخليني أبقى فاهم، لأن المشاعر هي اللي بتحرك السلوك. بس حضرتك يعني أنا وصلت من كلام حضرتك اللي حضرتك قلته إن الإنسان لازم يبذل مجهود، لازم يبذل مجهود عشان يفهم الآخر، ويفهم حتى لو أول مرة يقابله، يبذل مجهود إن هو يتفاعل مع كلامه، يبذل مجهود مع ابنه هو بيتكلم في حاجات فاضية بالنسبة لي ملهاش لازمة، بس أبذل مجهود إن أنا أسمعه وتفاعل مع مشاعره في الخناقة بتاعة المدرسة. فكرة إن الإنسان لازم يبذل مجهود عشان يوصل للآخر، دي فكرة حقيقية حضرتك أصبت يعني صميم الهدف. الاستماع ده حاجة سهلة جدا ان انا اعملها، بمعنى اخر ان ودني بتلقط اي اصوات، لو في اي صوت بره فودني بتلقطه، ده مش بيحتاج اي مجهود. انما الانصات ده فعل مقصود وبيستلزم مجهود، لاني انا لازم ابقى حاضر معاك، فمش مشغول بحاجة، مش ماسك موبايل مثلا بتصفح، فابني بيكلمني في مشكلة وانا بقول له قول معاك انا سامعك، انا معاك انا سامعك، انت سامعني هنا ولا سامعني؟ مديني حضورك الكامل، مهتم بيا. احيانا الولد اول ما يلاقيني كده مش هيتكلم اصلا، مش هيقول اي حاجه، لان هو حس على طول ان انا مش مهتم ان انا اسمع. ففكره ان انا ابقى باصص لك، قاعد معاك، مديك كامل الانتباه بكل كياني، عشان كده فكره قعدتي نفسها، يعني قعدتي كده بتقول ان انا دفاعي متحفظ، حاطط فاصل بيني وما بيني. قاعدة المفتوحة يعني أنا قاعد منفتح تماما، مستعد ومديك الوقت، ما ببصش في الساعة. فأنا
ده كله بيخليني انا مركز ان انا اديك رساله ان انا منفتح مهتم عايز اسمعك. فبدون بذل هذا المجهود الشخص ما بتوصلوش الرساله المهمه. هو ده كله هدفه ايه؟ ان انا اوصل لك ان انت محبوب، ان انت مقبول، ان انت مقدر. ودي الاحتياجات الانسانيه. ادي لاي انسان قبول، احترام، حب، هو مش عايز حاجه تاني. هتشوف منه كمان حاجات ما تتوقعهاش يعني. طبعا هو ده الاحتياجات الانسانيه. انا قابل، انا مهتم، انا بحب، انا مقدر امكانياتك، مقدر قدراتك. انا ممكن اسمعك واقبل اللي انت بتقوله مع اني انا مختلف معاه، لكن بقبل دوافعك وبقبل اللي انت بتقوله واقول بمنتهى البساطه ان انا مش متفق يعني معاك. يعني نختلف باحترام. طبعا. يعني انا ممكن اسمع ابني ويقول لي ان هو غضب فاتخانق مع حد من الولاد في المدرسه فضربه مثلا. طبعا السلوك مش مظبوط، لكن انا متفهم هو ايه اللي دفعه لكده. انا متفهم قوي ان انت اتضايقت من الموقف الفلاني، بس انا مش متفق معاك على طريقه تعبيرك عن زعلك وغضبك. يعني أنا بأكد أنه من حقه يغضب، بس بختلف معاه بقى في الطريقة اللي عبر بيها عن الغضب ده. فأنا كده ابني حس أن أنا فاهمه، لكن عنده استعداد بقى يسمع مني طب إيه الطريقة بقى اللي ممكن أتعامل بيها. يمكن إحنا بالأكتر بنميل للناس اللي تسمعنا وتقدر مشاعرنا، مش للناس اللي تحل مشاكلنا. يعني أنا عندي مشكلة كمان. أنا بميل أكتر للي يسمعني ويقدر مشاعري، لكن حل المشكلة ما تحلتش ده قصة تانية. يعني دي أهم نقطة، لأنه هو الإنسان بيسعى أنه يكون مفهوم. أنا مفهوم، أنا مفهوم دي يعني أنا موجود بالنسبة للشخص. لو حضرتك قعدت معاك وحسستني أن أنت فهمني، إذن أنا ليا وجود. لو حضرتك ما فهمتنيش، انا حاسس ان انا في جزيره لوحدي منعزل عن العالم كله. يعني ناس كتير تصرخ في اوض المشوره، مفيش حد فاهمني. طب دي مشكلتها ايه؟ يعني الشخص او الحد اللي حضرتك ممكن تقعد معاه يقول لك انا مشكلتي ان الناس بتفهمني غلط، ان انا ما بعرفش اوصل اللي انا عاوز اقوله، ان الناس دايما بتسيء الظن بيا مع ان انا ما كانش قصدي كده، انا يعني ابسط من الناس تفهمني كده. فالمشكله هو شايف المشكله عنده هو في انه مش قادر يعبر عن نفسه. ده يعمل ايه في نفسه عشان خاطر يحس ان هو برضو قادر التعبير دي اهم حاجه. تيجي تقول حد ممكن حد ظلمك في موقف معين وانت مش قادر تدافع عن نفسك، او تيجي اللي هو زي ما بيقول كحالها يعميها، تيجي تتكلم عن نفسك تروح مبوظ الدنيا وما كانش قصدك. ازاي اعبر عن نفسي بشكل صح لو انا ما اعرفش؟ هو اول حاجه يعني فكره ان الانسان يعبر عن نفسه، الانسان بيحتاج يحس بالامان عشان يعرف يعبر عن نفسه بشكل حقيقي. المشكله فين حضرتك؟ انه احنا دايما بنفكر بطريقه ان في معايير معينه عشان نتقبل. فانا في المجتمع اللي انا فيه لازم اظهر شكل معين عشان اقبل. وده اللي بيفرق بقى في العلاقات الحميمة والقريبة وفي علاقات اللي بتتعمل داخل المشهورة، انه انا بديك مساحة من الامان ان انت تكون كما انت، زي ما انت. انا قابلك كما انت، مش محتاج تتشكل على شكل معين او تاخد وضع معين عشان تكون مقبول. مشكلة اي انسان ليه ما بيتكلمش؟ لانه عنده يقين اللي قدامه مش هيفهمه ومش هيحس بيه. طب جايه منين دي؟ لاني إن مش لازم. يعني مثلا لو انا قلت لك انا زعلان من ربنا في الموقف الفلاني، او ازاي تقول كده؟ ازاي تقول ان انت زعلان من ربنا؟ يبقى انت قفلتيني، ما سبتنيش اعبر. لكن لو انا قلت لك انا زعلان من ربنا وانت ما اتكلمتيش معايا في النقطه دي وسبتيني اعبر ليه واطلع المشاعر اللي انا اديتيني القبول الاول ان انا اعبر والامان ان انا اعبر بدون ما يبقى فيه يعني معايير معينة، بعد ما أخلص أنا هراجع نفسي في اللي أنا قلته تاني، لأن أنا كنت عايز أعبر عن الوجع والألم اللي جواي، يمكن ما عبرتش عنه أحسن حاجة، بس اديتيني مساحة إن أنا أطلعه وإن أنا أعبر عنه. فهي فكرة الأمان، إن أنا أكون عندي الأمان إن أنا أظهر كما أنا بإيجابياتي بسلبياتي بدون ما حضرتك تنتقديني أو تلوميني. ديني مساحة تسمعيني صحيح وتفهميني. أحيانا إحنا ممكن نطلب ده يا باشمهندس. يعني أنا بشوفها إن مش عيب إن نطلب. أنا شخصيا بعمل كده. يعني أقول للي قدامي يعني أتكلم براحتي ولا تزعل؟ يقول لي لا اتكلم خد راحتك.
اصلا لو شخص اكبر مني يعني اقول له هنكلم براحتي ولا هتضايق، يقول لي لا اتكلم اللي هو اديني الامان وانا اقول يعني. فاعتقد ان احنا كلنا محتاجين ندي بعض فكره الامان دي. جمله جميله حضرتك قلتها يعني، ان انسان يحس ان هو بيتكلم بامان، مفيش حد بيتصيد له الاخطاء واقف له على الواحده يعني. ده حقيقي جدا. واكمل على كلام حضرتك انه في بعض الناس الواعيه بنفسها يكلمني بيقول لي كده بالنص، بيقول لي انا عايز اتكلم معاك وعبر عن اللي جوايا، انا مش محتاج حلول. ده جميل، ده من الاول كده. انا مش محتاج نفسي. حلول، انا محتاج ان حد يسمعني ويشاركني اللي انا بمر بيه. فخلاص كده هو عارف احتياجه بوضوح جدا، انه انا مش جاي لك عشان تدور لي على حلول ولا عشان توعظني، انا محتاج اتسمع وان الخبره الانسانيه اللي انا بمر بيها دي انا محتاج حد يشاركني فيها. لان اصعب انسان يكون بيمر بخبره انسانيه يكون حاسس انه وحيد في هذا العالم اللي موجود فيه، كانه جزيره منعزله في وسط مياه كثيره ما فيش اي تواصل ما بين. مجرد ما بنفتح تواصل امن ما بيني وبين حضرتك كان جزيرتي المنعزله دي اتفتح على جزيره حضرتك، وبقى في بينا كوبري. الكوبري ده هو كوبري التواصل. ايوه اللي بيبني العلاقه بقى، اللي بيبقى على حسب العلاقه دي. كل ما حضرتك اديتني قبول واحترام واحساس بالامان ان اكون كما انا وان انا اكون مقبول في كل احوالي، وده على فكره العلاقه اللي بيعملها معنا ربنا. ربنا بيدينا هذا الاحساس بان انا مقبول طول الوقت مهما كنت بفعل، بغض النظر عن اي فعل انا بفعله هو انا مقبول بالنسبه له. انا محبته ليا ما بتتغيرش تحت اي ظروف ولا منتظر اي تصرفات مني. قبول الله غير المشروط، محبته غير المشروطة اللي بتخلينا اتغير. انا بروح له زي ما انا وهو بيقبلني زي ما انا فبقدر اتغير. وهو قال لنا حبوا بعضكم كما احببتكم انا، يعني المطلوب منك تحب زي حب ربنا، ان انت تقبل الاخر وتكون عندك الاستعداد ان انت تقبله كما هو، تحبه كما هو. هو ده اللي هيخليه يتغير. احنا مع اولادنا ومع زوجاتنا، اتغير عشان احبك، اعمل كذا عشان احبك. لا، الموضوع معكوس تماما، اقبله وحبه عشان يتغير. صحيح. لان قوه ان هو مقبول هتخليه ما يركز. انا لما بحس ان انا مش مقبول بعمل ايه؟ كل مجهودي رايح ان انت تقبلني. طب لو انت اديتني القبول كل مجهودي رايح ان انا اتغير. فالباور بتاعي بينقل في الحته الصح. ده كلمه حتى اطفالنا لما كلمه انا واثق فيك، انا متاكد، بتقويه، بتخليه حته ثانيه، بتدي له دفعه حلوه قوي يعني. ده اكيد ان انا اديته الثقه دي والتشجيع ده بتاع ان هو انت تقدر. الله. دي بتخليه على طول يتولد عنده القوه ان هو يبتدي يبقى ماشي في الحياه. طب اقعد اكلمه عن انجازاتي يا باشمهندس، يعني تقعد مع حد تقول له انجازاتك ازاي عديت التجربه دي، او ان يعني ايه اللي انت بتعدي بيه ده، انا ياما عدى عليا. بقعد فاكر نفسي ان انا كده بساعده، بس الحقيقه دايما بقارنه بنفسي. ما طب ما انا عديت، طب ما انا شفت. هو مش عاوز يسمع يقول لي انت انا عايزك تحس بيا انا. وحتى اولادنا، انا كنت في الجامعه مش عارفه بجيب تقديرات ايه، انا عمري ما سقطت سنه، وافضل خلاص انا حصل عندي ان انا وقعت، انا محتاج انك انت تسندني. فخطوره ان انا دايما اقعد مع الشخص اللي قدامي اكلمه عن نفسي، وان مشكلتك دي على فكره تافهه جنب مشاكل ناس كتير. ده يعني بيوضح جدا انه فكره النيه اللي انا قاعد بيها مع حضرتك. انا قاعد عشان افهمك، يبقى انا قاعد علشان اعرف انت عايزه تقولي. ما نقلش السبوت عليا، انا حاطط السبوت على حضرتك. انا عايزه اعرف انت حاسه بايه او شعره بيه، مش عايزه انقل فجاه انقل السبوت واتمركز حوالين نفسي واتكلم بقى عن ذاتي وامكانياتي وقدراتي. كده انا مش قاعد علشان خاطر افهمك، انا كده قاعد عشان اتكلم عن انجازاتي انا. هنا دي الفرق بتاع القصد. انا قاعد معاك بقصد ايه؟ لما بكون قاعد عشان افهمك انا حطك في السنتر ومركز معاكي ومركز مع احتياجاتك. فده بيدي اول ما تحسي ان انا قاعد منصت ليكي بيوصلك القيمه وموصلك ان في حد مديلي المساحه دي من وقته. صحيح. فانا مقدر، فيلا اتكلم. ده بيشجع جدا جدا حضرتك تقولي الجمله وانا اعمل لك إعادة صياغة ليها تاني، فبيوصلك إن أنا سامعك كويس جدا وبعيد الكلام اللي أنت بتقوليه وبنقل المشاعر اللي حضرتك موجودة. حضرتك بتنفتحي أكتر إن أنت تعبري عن اللي أنت عايزة تعبري عنه.
فدي من مشاكل التواصل، ان انا انقل السبوت من على الشخص عليا انا على طول، انا هنا مش قاعد من اجلك. عشان كده احنا بنقول ان التواصل هي حضور كياني من اجل الاخر. انا جاي النهارده في الوقت اللي انا قاعد معاك فيه ده، انا موجود من اجلك. انا معود مع ابني تلت ساعه ووصله رساله انا موجود من اجلك في الوقت اللي جاي ده، كواليتي تايم. هو حاسس ان انا سايب كل اللي ورايا واللي قدامي وايا ما يكون، وقاعد مركز معاك. انت النهارده احكي لي عملت ايه، احكي لي ايه الحاجات بابا حصلت، مش عارف مين. احساسه ان انا قاعد من اجله، ما اكم القيمه اللي هو شعر بيها والاحترام والتقدير اللي هو شعر بيه. اي حد تدي له هذا التقدير والاحترام هيخرج من القعده، اتحلت المشكله ما اتحلتش المشكله، هو شبعان باحساس بالامان، باحساس بالحب، باحساس انه مش لوحده، باحساس انه مقدر ومفهوم. انا يعني حسيت كده ملخص كلامنا النهارده، المشكله والحل في التواصل، المشكله في عدم التواصل والحل في اننا نعرف نتواصل مع بعض كويس. نورتنا جدا يا باشمهندس، تشرفنا جدا بوجودك معانا. مهندس ماجد منير، محاضر بمعهد المشوره الارثوذكسيه، وصباح الفل على حضرتك. نورتنا جدا. هنخرج لفاصل ونرجع نتكلم عن الاستثمار في التعليم التكنولوجي، والتعليم التكنولوجي في مصر عمال يتغير بشكل افضل خلال السنوات اللي فاتت، وبيقولوا ان في حاجات كتيره جدا جايه في السكه تبقى افضل جدا، ويبقى عندنا الخريج اللي عنده كفاءه. بعد الفاصل.